الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية، قناة كوين عزيزة يونيفرسيتي، هذا هو المقطع الثاني من عدة مقاطع سأقدمها إن شاء الله في موضوع استخدام برنامج الإكسل في الاقتصاد القياسي. المقطع الأول تحت عنوان الدرس الأول في استخدام برنامج الإكسل، قدمته قبل 3 أو 4 أيام، وتعرفنا على الطريقة التي يمكن لنا أن نحصل على حاصل جمع هذا العمود يعني بضربة واحدة بلمحة واحدة، ثم حساب المتوسط، وكذلك الأمر بالنسبة للعمود هذا وحساب مربعات هذا العمود. لاحظون 3 تربيع، 5 تربيع، وهكذا فقط بكوماند على البرنامج الإكسل، ثم حاصل ضرب XI في YI والحصول على YI تربيع، وهكذا بنحصل على هذه القيم. في آخر درس اللي هو الدرس الأول أو الدرس الأول والسابق هو، قدمنا كيفية استخدام الفورمولا هنا ببعض الكوماندز أو الأوامر الرياضياتية والإحصائية حتى نحصل على هذه القيم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على طريقة كيف نقوم بحساب تقديرات A و B بواسطة برنامج الإكسل. تقديرات A بتكون A هات بالحالة هاي، و B B هات. فالآن البيانات نفسها التي استخدمتها في الدرس السابق، هذا الدرس الثاني إن شاء الله، وراح أبدأ إن شاء الله. أولا أذهب على هذه الخانة وأظل الأولانية يعني، بعدين بكبس أو بضغط شيفت، ومن ثم أظلل كل القيم، كل القيم. أو إذا أردت هذه يعني أضغط هنا على الخانة ثم أسحب على بقية القيم حتى أنتهي من القيم العاشرة. هنا 10 مشاهدات، بعدين بحط كنترول سي، كنترول سي، وأضعها هنا في مكان مناسب يعني اللي هي منطقة العمل بالنسبة لي، أضعها هنا على سبيل المثال. فهذه الآن كنترول سي من هنا، وهون كنترول في. أعيد الخطوة بعد إذنكم. الآن نرجع، فالآن أضع هنا، أضلل كل الأعداد أو الأرقام والبيانات المشاهدات من A2 لاحظوا لي إلى A11، ثم كنترول و سي كوبي. هنا الآن كنترول في، تطلع عندي كل الأرقام وتظهر كل الأرقام اللي هي هذه 3 5 7 وهكذا حتى أنتهي من 21. الآن طريقة الحساب تحتاج إلى أن نضع هذه البيانات. طبعا في عندي عدة طرق، لكن الطريقة اللي سأستخدمها اليوم إن شاء الله وهي الطريقة الهينة جدا اللي هي طريقة المصفوفات. فالآن يجب علينا أن الآن نضع مصفوفة نسميها مصفوفة X. في سأظلل هذه المنطقة كلياتها الآن في المنتصف هنا، لاحظوا لي، والآن سأكبر حجم الخط إلى 16، والآن أحطه بالبولد الخط السميك، وأحط 1 1 يعني هنا 1، بعمل له كوبي هنا، عفوا هذه الخانة هذه كوبي يعني كنترول سي، والآن بعمل في اللي هي نسخ لكل القيم، فبيطلع عندي وحدات. اوكي، هذه الآن هي عبارة عن مصفوفة اكس، المصفوفة اكس هنا، عفوا المصفوفة اكس هذه، هذه المصفوفة اكس الآن استطيع اني اضللها، ثم اذهب الى يعني الآن بعد ما اضللها بدي احطها بالمنتصف بين العمودين، العمود الاول والعمود الثاني، فبضلل الخانتين، هذه الخانة وهذه الخانة، وبضع ميرج سنتر، فالآن أصبحت وكأنما الآن أكس هنا، وكمان بغير لونها بكبر حجمها إلى 16 وبحطها بالبولد. الآن أصبحت أكس هي المصفوفة الأولى، تتكون من واحد العمود الأول أحد، والعمود الثاني هي القيم الفعلية لأكس آي. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية اني بدي هلا اكس يعني المصفوفه اكس التي تتكون من 10 صفوف وعمودين، بدي اعملها ترانسبوز، انقلها يعني، بصير عندي منقول الان، فالمنقول ساضعه هنا. اوكي،
اللي هو بدي اكس الان اكس ترانسبوز، اكس ترانسبوز هذه الان اضللها اضعها في المنتصف اكبر الحجم تبعها الان ثم احطها بولد فاكس ترانسبوز. اذا اريد الان اكس ترانسبوز اظلل هذا الان العمود مع العمود هذا كلياته الان هذا. اذا ضللت العمود الاول والعمود الثاني بعدين كنترول سي كوبي، كنترول سي كوبي والان اضعه هنا يعني هنا بظل خانتين هنا بيست بيست. لاحظوا لي شو اللي عملته واذهب هنا ترانسبوز وبضغط طلع عندي الان اكس ترانسبوز هذا الان. اذا بدكم نحطه هنا بالمنتصف اوكي هذا الان كانه ما نقول اكس ترانسبوز هو الـ يعني عمل منقول الصف هذا عفوا العمود هذا اصبح صفا والعمود هذا اصبح صفا. اذا اردتم نعيد التجربه اذا اعيدها اوكي. الان اريد اكس ترانسبوز هذا الان عندي الماتريكس او المصفوفه اكس تتكون من 10 صفوف وعمودين اضلل الصفوف والاعمده جميعها بعدين كنترول كوبي اذهب الى الخانتين هاتين والان اذهب الى بيست هنا لاحظوا لي بيست واذهب الى ترانسبوز فاعطاني ترانسبوز لها. الان اريد اكس ترانسبوز اكس يعني حاصل ضرب هذه المصفوفه في هذه المصفوفه. اذا بتلاحظوا انه هذه المصفوفه في هذه المصفوفه بعطيني طبعا اولا حجم العينه يعني 1 في 1 زائد 1 في 1 زائد يعني بمعنى اخر يا اخوان اكس ترانسبوز اكس. لاحظوا لي هذه مصفوفه صف وهي مصفوفه عمود فالان ستكون 2 ب 2 يعني بعد ما تاكدوا منها بعد اذنكم هاي 10 ضرب 2 هاي 2 في 10 اذا الحاصل الضرب بيكون 2 في 2 النتيجة النهائية بعد ما نضربها الآن يعني X transpose X. خليني أحط هنا الآن هون X transpose X أوكي. والآن بظلل هذه وبضعها في المنتصف وميرج فأصبحت الآن X transpose X بكبرها حتى أميزها وخليها سميكة وسأختار الآن 2 باثنين هنا. الآن بدي أضرب X ترانسبوز في X حتى تنتج عندي هذه المصفوفة. أريد أن أضرب الآن X ترانسبوز هاي المصفوفة اللي هي تتكون من صفين وعشرة أعمدة مضروبة في هذه المصفوفة التي تتكون من 10 صفوف وعمودين. بيطلع النتيجة 2 في 2 حسب ما تعلمنا إحنا بالاقتصاد الرياضي. أذهب إلى فورمولا وإلى الماث and trigonometry وأبحث عن matrix multiplier هذه M-MULT لاحظوا لي M-MULT بسألني الآن أين تريد الآن ماذا تريد تضرب ماذا في ماذا فبقول له الآن بالنسبة لي هاي X transpose اللي هي أتت في الآلة الأولاني بظللها كولياتها طلعت عندي هنا لاحظوا الأرقام. أذهب إلى الآلة الثاني وأضلل كافة الأرقام والخلايا هنا والآن بعد ما ضللت لا أضغط أوكي أضغط الآن كنترول شيفت مع بعضها كنترول شيفت لاحظوا لي مع إنتر طلع عندي الآن X transpose X X transpose عفوا X transpose X الآن سأضعها في المنتصف. إذا أردنا أن نعيد التجربة بعد إذنكم ها خليني return أوكي. الآن أريد أن أحصل على X transpose X اللي هو ضرب هذه المصفوفة أريد أن أضربها هذه بهذه المصفوفة إذا بتلاحظ كيفية الضرب طبعا مما تعلمناه من الاقتصاد الرياضي هاي عبارة عن صفين في عشرة أعمدة هاي 10 صفوف في عمودين بتكون النتيجة 2 في 2 وبالتالي بظلل المنطقة التي سأضع عليها أضع فيها النتيجة 2 في 2 لاحظوا هنا
أذهب الآن إلى formulas ثم math and trigonometry وأبحث عن الكوماند أو الأمر الذي ينفذ اللي هي matrix multiplication. لاحظوا لي M mult هنا بسألني الآن أي مصفوفين بدك تضربهم. بقول له الأولانية اللي هي Array 1 بقول له هاي الآن مصفوفة الأولى. لاحظوا لي شو اللي عملته. ثم أذهب إلى Array 2 اللي هي المصفوفة الثانية. المصفوفة الثانية أحددها كلها والآن بضغط Control Shift Control Shift مع Enter بطلع عند الجواب. لاحظوا الآن فعلا إذا بتلاحظوا ما حصل هو الآن أحطها بالمنتصف أحطها بالأحمر أكبر الحجم الخط ل 16 وإذا بدك بغير أحطها بالتايم. أوكي الآن هذه المصفوفة اللي هي X transpose X. لاحظوا أنه N هنا أرجع إلى الشيت الأولاني وأجيب المصفوفة هاي أعملها نسخ حاطها يعني مشان تكون تتأكدوا من الشكل اللي بنعمله الآن. هذه المصفوفة اللي هي N هذه N حاصل جمع XI هذه حاصل جمع XI هنا 98 هنا 98 لاحظوا اللي عملته وحاصل جمع XI لأنها مصفوفة بسموها idempotent matrix بمعنى آخر أنها مربعة زائد متماثلة فهذا 98 98 وحاصل جمع الأكس آي تربيع هنا 1312 عمل ليها 1312 سبحان الله بالطريقة البسيطة جدا. الآن نحتاج إلى المصفوفة المعكوسة هنا المصفوفة المعكوسة. دعني الآن أضع هنا رمز إذا بعد إذنكم رمز اللي هو أفتح قوس X عفوا X transpose X بغلق القوس وبحط إشارة السالب واحد حتى أبين أنها هاي المصفوفة المعكوسة. هذه المصفوفة المعكوسة الآن أضعها في المنتصف وسنت ميرج الآن هذه المصفوفة المعكوسة وغير لونها أكبر الحجم ثم أحطها بالخط السميك هاي X transpose X. بدي الآن أعكس هذه المصفوفة أو أحصل على معكوس المصفوفة فأضلل الخانات الأربعة هذه أذهب إلى فورمولا ثم math and trigonometry في عندي MM اللي هو matrix inverse matrix inverse هذا هو matrix inverse لاحظوني ها M inverse الآن بسألني شو هي يعني وين الأرز اللي بدك أنت تعملها مصفوفة معكوسة. بقول له هذا هو الآن اللي أريد أن يعني المصفوفة هاي أريد أن أحصل على معكوسة. بعد ما أضللها طلعت عندي هنا هذه القيم كلياتها هنا والخانات والخلايا. أضغط الآن على Control Shift مع Enter فأعطاني معكوس المصفوفة. هذه الآن معكوس المصفوفة. لاحظوا لي معكوس المصفوفة X transpose X بيطلع عندي X transpose X all inverse هذه القيم. الآن أحتاج إلى حساب A و B فالآن أذهب هنا وأغير بس شكل الخط ل Italic Bold وأذهب إلى Time New Time Roman أو New Yes to Time New Roman وأضع A hat حتى أميزها تساوي وهنا B hat تساوي هنا A hat اللي بس أفصل A أيوة هنا. الآن حاصل ضرب هذه المصفوفة X transpose X في ماذا؟ تتذكروا انه كنا نحط احنا يعني اذا وضعتها هنا قيم مجموع Y هنا مجموع Y لاحظوا مجموع Y هو عبارة عن 139 إذا أردنا يعني حتى خلينا أحط فراغ أكثر هنا أنقل هذه يعني هاتان الخليتان أعملهم cut وأحطهم هون بعد إذنكم V وهذه الآن بنقلها إلى هنا. أوكي كمان بنقول هاي عكس إلى هنا. الآن هذه
بعملها delete all، بتعامل مع ال 139 هنا بحطها في المنتصف وبكبرها الى 16. الان هاي 139 واذهب الى مجموع اكس اي واي اي 2069 هنا 2069. اذا ضربنا اكس ترانسبوز اكس في اكس ترانسبوز واي اللي هو مجموع واي ومجموع اكس واي اكس اي واي اي بعطيني ايه هات بيها. فالان سنحتاج الى ضرب المصفوفه هذه في المصفوفه هذه، هي عباره عن 2 في 2 هي 2 في 1. اذهب الى طبعا ساضع الجواب هنا، ساضع الجواب هنا. الان اذهب الى فورمولا ماث اند تريجونومتري وماتريكس مولت ام مولت، هذه ام مولت. الان اريد ان اضرب الار الاولاني اللي هو هذه كامله، لاحظوا لي طلعت هون، والثانية هنا أكبس عليها أضغط عليها على الآلة 2 بطلع عندي. إذا ضغطت هنا فالآن الجواب هنا، الجواب سيعطينا هنا. الآن بضغط على Control Shift وإنتر بعطينا الجواب. إذا A هات تساوي سالب 5.8004 و B هات تساوي 2.01023. يعني A هنا المقدرة هي هذه القيمة و B المقدرة هذه القيمة. يعني دعنا نكبر هذه القيم إلى الحجم 16، أوكي، وهذه القيمة بعملها بالبول وبحطها في المنتصف. سبحان الله إخواني، سأذهب إلى شاشة أخرى جربت يعني هذه الطريقة، أخذت هذه الأرقام ووضعتها على ويب سايت. هذا هو الويب سايت، عبارة عن Linear Regression Calculator. طبعا هون بيعمل لك إياها الحاسوب، أنت عملتها هنا في هذه هنا أنت عملتها يدويا. عرفنا كيف الطريقة، وضعنا الأكس ماتريكس ثم الأكس ترانسبوز ثم ضربنا الأكس ترانسبوز في أكس حتى حصلنا على الأكس ترانسبوز أكس إنفرس، ثم قمنا بالحصول على المصفوفة المعكوسة هنا وضربناها في مجموع واي آي ومجموع أكس آي واي آي حتى حصلنا عليها. في عندك بعض المواقع الإلكترونية اللي هي مثل هذا اللي هو Linear Regression Calculator، بتحط القيم الآن X values هنا و Y values، بعطيك المتوسطات وبعطيك شكل الدالة. لاحظوا انه القيمة بالضبط اللي حصلنا عليها هي هذه A hat تساوي سالب 5.8834 و B hat تساوي 2 موجب طبعا 0.01024 كما حصلنا عليها هنا. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لجميع أحبتنا الطلبة. وإن شاء الله في المقطع القادم سنتعلم على تقنيات أخرى في استخدامها، يعني استخدام تقنيات أخرى في برنامج الإكسل في الاقتصاد القياسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.